chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Donc aujourd'hui, comme vous allez voir, je vais continuer toujours avec les cours de première année lycée, que ce soit pour les scientifiques ou bien pour les littéraires. Donc voilà, comme vous allez voir, la page 18 et 19. Donc je sais très très bien que vous allez poser la question, allez chercher la page 18, allez chercher la page 19, ou allez je m'arrête par exemple la kemeltina de rousse al kitab, ou ma kemeltina je m'en sous al kitab. Donc il y a une chose qu'il faut bien bien comprendre, c'est que ma raconte je fais un arbre à mon tawasset, je suis de rousse al kitab, comme c'est ou la tenaoui. Donc انا الاستاذ هو اللي راح يمد لكم دي سيبور وهاد لي سيبور هي عباره عن نصوص علميه صادير مبسطه اسكو سي كلير دونك انا تبو راح نقول لكم لا باج 18 و 19 اي ابري كل استاذ راح يتعامل مع الماده نتاعها دونك اوجوردي راح نشوفوا في هذا الدرس اللي هو لو لونغاج دو ليماج يعني راح نتكلموا ونشوفوا لغه الصوره يعني نشوفوا الصوره مش تكون واش هي مكوناتها اكسترا دونك بقى معايا سلو بلي لونغاج دو ليماج لغه الصوره ليماج بروف ابارامون تانجيبل دو لا رياليتي اذا قال لك ان الصوره دائما ما تكون دليل ملموس على الواقع d'accord et bien souvent trompeuse ou كذلك ما تكون مضللة on peut lui faire dire facilement le contraire de la vérité fixée sur la pellicule donc انا احيانا قال لك نجمو بسهوله نقولوا عكس ما يوجد في الصوره او عكس ما يوجد في الفيلم d'accord au moment de la prise de vue يعني في وقت التصوير qui est déjà un choix اللي هو اختيار une limitation تحديد le traitement de la photographie يعني معالجة هذه الصورة va rendre multiple significations possibles هذا ما يعطينا عدة احتمالات يعني أو عدة معاني محتملة دمام دوكيمون لمقال واحد دونك هنا واش قالنا أنه هنالك 3 تكنيك principales sont à retenir هنالك 3 تقنيات في الصورة لازم نعرفوهم أول حاجة عندنا لو كادراج واش هو لو كادراج لو كادراج هو الإطار داكور ميز اون فالور دون بارتي دان كليشي هو ماذا هو تسليط الضوء على جزء من اللقطه اون اليمينو اذا مثلا قال لك اون اليمينو نزعنا لي زوتر بارتي الاجزاء الاخرى هنا واش راح يصرى قال لك اون بو شانجي او بيان اون بو اون شانجي لا سينيفيكاسيون نستطيع ان نغير المعنى اسكو سي كلير هذا فيما يخص الكادراج ولا الاطار ثاني حاجه او التقنيه الثانيه في الصوره عندنا لا روتوش داكور واش هي لا روتوش دونك لا روتوش هو التحرير دونك كيفاش راح نديرو دروك الان بعد ما التقطنا هذه الصوره واش راح نديرو فيها كتغييرات دونك هنا مثلا عندنا ترانسفورمي ان فيزاج تحويل وجه معين اليميني ان اريير بلون معناتها انه نبلو خلفيه معينه اكسيتيرا اون بو اوسي ديتوري واش معناتها كلمه ديتوري معناتها كوبي ان نقطع مثلا اون بارتي دان كليشي يعني جزء من الصوره pour ne garder par exemple qu'une silhouette اذا نبغوا فقط نخلو غير هذا الدل ولا نخلو فقط الخيال نتاع هذه الصوره اسكو سي كلير بعدها نجي دروك نتكلموا على لا ليجوند وهي الاشياء التي ترافق الصوره داكور عندنا باغ اكزومبل لي زيكزومبل ابوندون دو فوتوغرافي داجونس دونك هنا واش معناتها هذا الكلام الو اكتبوا معايا قال لك هنالك امثله كثيره على التصوير الفوتوغرافي او امثله كثيره تمدها لنا شكون وكاله التصوير اللي هي لا فوتوغرافي داجونس مثلا عندنا بيبلي دي ديفيرونت كوتيديان دو لو ميم جور معناتها انها ممكن انه تعطينا عده مواقع في يوم واحد داكور لي صوره معينه داكور اي دون لي ليجوند ترانسفورم راديكالمون لا سينيفيكاسيون كذلك يعني كي تكون عندنا صوره وتكون يعني كتابه مرافقه لها هنا انه ممكن ان تغير لنا تماما المعنى اسكو سي كلير سي لا ليجوند داكور واش هي هاد لا ليجوند قال لك هي لارتيكل اكومبانيون هي ماذا كي نقول لك لارتيكل اكومبانيون معناتها هي المقال اللي يرافق ماذا لا فوتو الصوره كي دون توت سونس ا ليماج يعطينا كل المعنى على الصوره دونك وكذلك عندنا ليماج دو بريس الان واش هي ليماج دو بريس اللي هي صوره تاع صحافه اي اون بروميير ليو لا فوتوغرافي الان نتكلموا على لا فوتوغرافي وهي التصوير قال لك ني با ان اكسسوار ماهيش فقط يعني اكسسوار يعني حاجه يعني زياده نديروها نو اللي بيان سوفون انفورماسيون اوتون كيلستراسيون هي معلومه توصل كانها رسم توضيحي داكور هي بوكو بلوس معلومه يوصلوها لنا يعني من خلال الصوره رانا نشوفو توصلنا معلومه سادغاس على سونسيبيليتي ممكن انه هذه الصوره او بهذا التصوير يوصل لنا او يكون موجه لحاجه سونسيبيليتي لتحسيس على شيء معين البروفوك لو شوك سيكولوجيك كذلك تعطينا صدمه نفسيه مثلا كي نشوفو صوره معينه ممكن انها تمد لنا صدمه نفسيه alors que l'écrit
s'adresse principalement à la raison. لكن الكتاب اللي تكون موجهة مع الصورة هنا تعطينا معنى تاع هذه الحادثة. Ainsi les photos على غير ذلك عندنا مثلا les photos d'accident meurtrier par exemple الصور اللي حوادث الحوادث المميتة عندنا d'atrocité des guerres واللي هي فضائع الحرب كذلك sont parfois aussi parle que l'un article يعني كي نشوفوا هذه الصور يعني الصورة تتكلم على نفسها يعني ما نجموش او ما نروحوش نقراو كاع المقال راه يقول ديجا الصورة تكون موضحة وتكون واضحة. أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص النص نتاعنا نهار اليوم concernant la langage ou bien le langage pardon de l'image on va passer maintenant à autre chose. جاوبنا على او بعد ما قرينا النص نتاعنا راح نشوفوا l'observation du support يعني الملاحظة اللي راح نديروها. كأسئلة هنايا ولا تبعوا معايا مليح قال لك quel élément accompagne le texte هنا ما متلاقيتوش هذا السؤال في الكتاب لكن هذه هي من بين الأسئلة الأولى اللي راح يطرحها لكم من السؤال ما هي العناصر اللي المرافقة للنص دونك هنا دوك نشوفوا الإجابة كيفاش حتكون داكوغ. إذا السؤال الأول quel élément accompagnant le texte إذا ما هي العناصر المرافقة للنص. السؤال الثاني quel sens donnez vous au titre يعني واش هو المعنى اللي يعطيهولنا العنوان كي نتفكروا ولا نقولوا langage de l'image داكوغ. question numéro 3 quelle est d'après vous la visée du texte دونك هنايا قال لك من خلالك انت ما هي وجهة نظر يعني او ما هي la visée يعني نية التواصل لهذا النص. السؤال رقم 4 قال لك ا كيل تيب دو تيكست اوري فو فير دونك الى اي نمط ينتمي هذا النوع من النوعيه من النصوص. دونك هنايا بيان سور راح نكملوا نعملوا طابلو تاعنا كي يعني شكون ا كي يعني لمن راه موجه هذا النص دو كوا على واش راه يتكلم هذا النص دونك كيل بوت ما هو الهدف من هذا النص اي كومون يعني كيفاش راه تكون لا فيزيت دو سو تيكست داكور او بيان كيل لو تيب هنا دو تيكست. اعزائي التلاميذ هنايا هذه هي نوعيه الاسئله اللي رايحين تولوا ا شاك فوا تصادفوها مثلا كسؤال اول كيقول لك كيل لي زيليمون اكومبانيون دو تيكست هنا مثلا يقول لك مثلا اعطيني لو باراتيكست دو تيكست اسكو سي اعطيني لو باراتيكست نشوفوا دروك البقيه الاسئله الاجابه راح تكون كالاتي. السؤال الاول قال لك كيل لي زيليمون اكومبان لو تيكست ما هي العناصر التي ترافق النص عندنا ان تيتر اللي هو العنوان عندنا دو باراغراف فقرتين وكذلك عندنا اون بونكتياسيون بارتيكولير واش هي لا بونكتياسيون بارتيكولير بونكتياسيون معناتها الترقيع باغ اكزومبل عندنا لي دو بوين سور فوالا سوبربوزي عندنا اللي هي باغ اكزومبل هنا انونس اون انيميراسيون تدل على التعداد او ترقيم عندنا لي تيري داكور هنا انتروديس اون انيميراسيون هنايا تاتي قبل يعني هذا الترقيم وعندنا لي ريفيرونس دو تيكست سادير لو جورنال هنا كذلك عندنا لا سورس اسكو سي كلير. السؤال الثاني قال لك كيل سونس دوني فو تيتر يعني واش يعطينا المعنى او مش المعنى تاع لو تيتر يعني العنوان دونك هنا لو مو سمعوني مليح لو مو لونغاج سينيفي واش كلمه لونغاج واش تعني تو سيستيم دو سين داكور هو كل نظام نتاع الترقيم سوسيالمون كونديفيي كي نو في با ابيل à la parole ou à l'écriture. Le langage de l'image signifie le message que peut nous livrer l'image. Et donc, le message ou le كي باش نقولوا ميساج دونك لو لانغاج دو ليماج لغه الصوره هو عباره عن رساله تمدها لنا او ترسلها لنا الصوره هي رساله داكوغ هذه دونك سؤال رقم 3 قال لك كيلي دابري فو لا فيزي دو تيكست دونك هنايا اكيد لا فيزي توجور سي انفورماتيف دونك انفورمي سور لو بوفوار évocateur pardon évocateur de l'image donc هنا راهي تكلمنا على المستقبل اللي تمده لنا الصوره دونك سي انفورماتيف دو بريفيرونس نقولوا انفورماتيف. السؤال رقم 4 ا كيل تيب دو ستيك دونك هذه النوعيه من النصوص توجو قلت لكم هي اكسبوزيتيف باردون اكسبوزيتيف يعني تفسيري هاد التكست لو تيب تاعه يكون اكسبوزيتيف لكن لا فيزي باردون لا فيزي انفورماتيف جو ريبيت البارح ثاني تلميذ سقساني قال لي واش كيفاش واش نعرف التكست وكيفاش نعرف لا فيزي دونك هنايا لو تكست هو دائما اكسبوزيتيف لكن لا فيزي انفورماتيف هنا كي نجيو كومبليتي لا غريل دو ليكتور دونك كي شكون دونك هنا نديرو اسم تاع الكاتب اللي راه موجود في اخر سطر في النص اكي يعني لمن راه موجه هذا النص دونك سي لي ليكتور القراء دو كوا il parle يعني واش هو الموضوع اللي رانا نتكلموا عليه في هذا النص دونك عندنا لو لونغاج دو ليماج لغه الصوره دونك كيل بوت واش هو الهدف نتاعنا هنايا سي انفورمي قلنا دائما هذه لازم نديرها في راسنا دون يعني يعطينا معلومه فيغ سافوار يعطيك معلومه جديده اكسبليكي يشرح لنا كومون يعني كيفاش هذا النص هو سيتان تيكست اكسبوزيتيف اذا هذا النص تفسيري. نمر الان ليكتور اناليتيك. alors ليكتور اناليتيك دونك هنا نديرو قراءه تحليليه للنص نتاعنا قال لك هنا ليكتور اناليتيك السؤال الاول واش يقول قال لك بار كيل مو او اكسبريسيون بوفي فو رومبلاسي ان دون سو تيكست اذا قال لك واش هي الكلمه او العباره اللي نستطيع نعوض بها كلمه اون
Est-ce que c'est clair? السؤال رقم 2 قال لك غولوفي لو شون ليكسيكال دو ليماج، معناتها استخرج من النص الكلمات التي تنتمي الى كلمه صوره ايماج. Est-ce que c'est clair؟ دونك السؤال رقم 3 بار كوا بوفي فو رومبلاسي انسي دون ديرن باراغراف. كما راكم تلاحظوا راني مسيليكسيون عليها، في قال لك في الفقره الاخيره هذه كلمه انسي راكم تلاحظوها باللون الازرق، قال لك باش نجمو نعاودوها. داكوغ. السؤال اللي بعده قال لك بوتون ديفورمي لا رياليتي، في اي مرحله قال لك في اي مرحله نستطيع ان نبعدوا او نغيروا هاد الحقيقه. السؤال رقم 5 قال لك غوتروفي لو باساج دون لاكيل لي زوتور يوتيليز لا تيبوغرافي. داكوغ. يوتيليز كوا لا تيبوغرافي كوم بروسيدي دونميراسيون، قال لك بلي استخرج واش هي في اي فقره ولا في اي جمله هنايا لي زوتور داكوغ يستخدموا لا تيبوغرافي واللي هي عمليه الادراج كانها عنصر او عنصر مساعد في الترقيم. هنايا قال لك كي توجدي هذا البروسيدي هنايا راح تعوضيه يا اما برقم ولا تعوضيه بحال ادفير. كيسيون نيميرو 6 قال لك كيل سون لي دو موين يوتيليزي بور اكسبريزي بور اكسبليكي لي تكنيك دو تريتمون دو لا فوتوغرافي. قال لك بلي ما هي الوسيلتين المستخدمتين من اجل شرح تقنيات لو تريتمون سادير تقنيه معالجه التصوير. اما السؤال الاخير فقال لك لوتور ماركتيل سا بريزونس دون لو تيكست اي جوستيفي، وهذه كذلك من بين الاسئله اللي تطرح بزاف. قال لك هل الكاتب راه موجود، وهنا اذا كان موجود او لا راح نبرروا الاجابه نتاعنا. نشوفوا مباشره الاجابات كيفاش راح. الوغ ليكتور اناليتيك، السؤال الاول قال لك باي كلمه او عباره نستطيع تعويض اون، اذا الاجابه راح تكون كالاتي اون بو رومبلاسي لو برونون انديفيني اون بار، يا اما نعوضوه بلي فوتوغرافي المصورين او بيان لي زاماتور دو لا فوتوغرافي معناتها محبي التصوير. سؤال ثاني قال لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاع ليماج، اذا لو شون ليكسيكال دو مو ايماج عندنا فوتو اريير بلان بيليكول كادراج كليشي روتوش illustration photographie légende visage prise de vue. Est-ce que c'est clair? نمرو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 قال لك par quoi pouvez-vous remplacer ainsi dans le dernier paragraphe، اذا قال لك كلمه ainsi هذه باي كلمه نعاودوها، دونك نعاودوها ب donc. D'accord, il y a un mot ainsi ou un mot donc. Donc, on peut remplacer le mot ainsi par donc. علاش لانها تدل على la conséquence النتيجة. بالنسبة للسؤال رقم 4 قال لك à quel moment peut-on déformer la réalité، في اي مرحلة نجمو نبدلو هذه الحقيقة تاع الصورة. دونك هنايا on peut déformer la réalité au moment du cadrage. D'accord, اذا نبدلو هذه الصورة في le moment du cadrage اللي هو في الاطار، يعني نقدو نسيبليمون نقدو نكوبو اكسيتيرا. Est-ce que c'est clair؟ بالنسبة للسؤال رقم 5 قال لك هنايا retrouver le passager dans lequel les auteurs utilisent la typographie comme procédé de numération. Donc là راح دو معايا كي نقول لك la typographie تبو معايا et utilise la typographie comme moyen de numération. هنايا عطاونا لاحظوا معايا عندنا لو تيغي داكور، هذا لو تيغي يعني المطه الصغيره عطاتنا الكادراج روتوش ليجوند داكور، ونستطيع انه نبدلو هذا باغ اكزومبل هذا التيغي اللي هو لاحظوا معايا هذه هي الموين دو نيميراسيون داكور تاع الترقيم هي تيغي، باش نقدو نبدلوها يا لاحظوا معايا اما نقدو نبدلوها اون بو رومبلاسي باغ سو بروسيدي باغ يا اما دي نومبر نجمو نقولو 1 كادراج 2 روتوش 3 ليجوند، ولا دي ادفيرب نقولو باغ اكزومبل بروميرمون دوزيامون ترويزيامون، ولا باغ اكزومبل دي كروب بروبوزيسيونيل يعني حروف جر مثلا نقولو اون بروميي ليو اون سويت اون فان. فهمتوني دروك شنو نقول كي نقول لك التيبوغرافي معناتها هذيك رموز الترقيم، مثلا كيما هنا لو تيغي في النص موجود لو تيغي، قال لك باش نجمي تعاودي هذاك لو تيغي يا اما نقولو 1 2 3 ولا نقولو بروميرمون دوزيامون ترويزيامون ولا مثلا نقولو اون بروميي ليو اون سويت اون فان. بالنسبه للسؤال رقم 6 قال لك واش هي كيل سون لي دو موين، ما هي الوسيلتين اللي يستخدمهم بور زعما اكسبليكي هاد لا تكنيك. دونك عندنا دونك لي دو موين يوتيليزي بور اكسبليكي لي 3 تكنيك دو تريتمون دو لا فوتوغرافي. عندنا الاولى عندنا لا ديفينيسيون، واش هي لا ديفينيسيون يعني تاع التعريف، اون ا ديفيني لو كادراج، اذا عرفنا واش هو لو كادراج الاطار. ثاني حاجه عطانا دي زيكزومبل داكور، اذا هادي هما التقنيتين عندنا ديفينيسيون اي ليكزومبل، هنا اون ا دوني دي زيكزومبل سور كومون اون بو ديتورني ان كليشي، وهنا هادي سموهم لي بروسيدي اكسبليكاتيف، وهي العناصر اللي تساعدنا في الشرح. لاحظوا معايا واش هي العناصر اللي تساعدنا في شرح حاجه معينه، عندنا لا ديفينيسيون التعريف، وهذه هما الدرس تاع المره الجايه ان شاء الله. دونك عندنا لا ديفينيسيون هو التعريف تاع حاجه معينه، ونزيدو نمدو دي زيكزامبل امثله عليها، مثلا هنا عرفنا واش هو لو كادراج الاطار واش هو عرفناه، وكذلك زدنا مدينا امثله عليه. اسكو سي كلا. بالنسبه للسؤال رقم 7 والاخير فيما يخص لا ليكتور اناليتيك، قال لك هل الكاتب موجود يعني هل الحضور تاعو راه كاين؟ دونك نو،
الكاتب راه غير موجود، دونك لو تيرم سامبليك با، دونك الي اوبجيكتيف. اذا الكاتب دائما كي ما يكونش كان موجود الكاتب نقولوا اوبجيكتيف، كي يكون حاضر الكاتب نقولوا سوبجيكتيف. اسكو سي كلا؟ الان راح نمروا لا سينتيز. هنا بالنسبه للسينتيز هنا قال لك ديجاجي لو بلون دو تيكست، معناتها هنا نتوما راح تعطوني مخطط للنص. تبعوا معايا كيفاش راح يكون المخطط نتاع النص. الوغ باش ندير مخطط للنص او بيان لو بلون دو تيكست لازمني نقول في كل باراغراف واش هي الفكره اللي راهي عندي. مثلا في باراغراف نيميرو 1 تبعوا معايا مليح، باردون، دونك في الباراغراف الاول عندنا لو تريتمون دي ليماج، معالجه الصوره، موان دو ديفورماسيون دو لا رياليتي، يعني هي طريقه لتغيير مدى الواقع. في يعني في الفقره الثانيه دونك عندنا لي تكنيك دو تريتمون دو ليماج، داكور. لي تكنيك دو تريتمون دو ليماج معناتها ما هي تقنيات معالجه الصوره. عندنا كادراج، عندنا الغوتوش، وعندنا لا ليجوند. اما فيما يخص الفقره الاخيره والثالثه دونك عندنا ليماج دو بريس اللي هي اوتيل امبورطون دو كوميونيكاسيون. هنا فقط ملاحظه، عندنا ثلاث فقرات ماشي فقرتين. دونك اما في الفقره الاخيره فهي ليماج دو بريس يعني صوره الصحافه، وهي تستخدم كوسيله مهمه في التواصل. اذا مثلا الصحفيين يستخدموا الصوره بعض الصوره يعني في التواصل مع الناس. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص النص تاعنا نهار اليوم لونغاج دو ليماج. دونك جيسبر هاد لانفورماسيون استفاديتو منها. المره الجايه ان شاء الله راح نديرو الدرس تاع لي بروسيدي اكسبليكاتيف، داكور. واش هي بروسيدي اكسبليكاتيف؟ هي العناصر المساعده في عمليه الشرح، داكور. دونك راح نشوفوها المره الجايه. دونك ما تنساوش اذا راكم جد في القناه ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش بور ريسيفر تو مي فيديو. جو فوزام تري فور اي تشاو تشاو على لا بروشين فيديو.